خصوص مباراة ربع نهائي كأس العرب المقامة بقطر ما بين المنتخبين الجزائري والمغربي، فالمباراة ستكون قوية وقوية جدا. أكيد أن المنتخب المغربي عنده نسب مئوية متفاوتة لفوز هذه المباراة لما أظهره في المباريات الأولى والثانية بالتشكيلة الرسمية اللي اعتمد عليها عموتها على أنه قادر يتجاوز أي منتخب، لكن حذاري من الإفراط في التفاؤل. المنتخب المغربي عنده لاعبين مجربين، حارس مستوى عالي، دفاع جيد. إذا تبغي تفوز بالألقاب أكيد أن يجب أن يكون لديك حارس في المستوى العالي ودفاع لا يرتكب أخطاء كثيرة. وسط الميدان قادر على أنه يفتك أكبر عدد من الكرات ويعطيها في ظروف جيدة لوسط الميدان الهجومي وكذلك للهجوم، وهي من مقومات كذلك المنتخب المغربي. نتمنى لأن الجبران يكون في أفضل حالاته مع الكرتي وما يضيعوش كرة، لأن من الإشارات السلبية عند أي منتخب عندما يضيع كرة بسهولة فأكيد هو ما كيقدرش يتحكم فيها لفترات كثيرة. المنتخب المغربي عنده كل المقومات باش يتحكم في كرة، باش يحرم المنتخب الجزائري من الكرة. عنده لاعبين كيضغطوا بشكل كبير، خصوصا اللاعب أزارو، حداد، وبن الشرقي. نتمنى على أن اللاعب بن الشرقي يظهر بالمستوى اللي كان نتمناه، لأنه المباراتين الماضيتين ماشي هو بن الشرقي اللي قدم مستويات كبيرة مع الزمالك وحتى مع فريق الوداد البيضاوي. لذلك فمباراة ستلعب على جزئيات بسيطة، مباراة ستكون بدنية بامتياز، اللي غيكون حاضر بدنيا حتى الدقيقة 90 هو اللي سيفوز المباراة. وأعتقد أن المنتخب المغربي أبان على طراوة بدنية كبيرة، عن مؤهلات قوية، نزالات كلها كيفوز بها، الكرات الثانية كيفوز بها. المنتخب الجزائري أبان عن ضعف بدني كبير، لأن مباراته ضد المنتخب المصري في الجولة الثانية فتقريبا سيطر بالطول وبالعرض المنتخب المصري. نتمنى على أن المنتخب المغربي تكون عنده ديك القوة الروحية، لأن القوة الروحية اللي ظهرها المنتخب المصري هي اللي أعطته باش يحتل الصف الأول، ولو أنه ما استطاعش الفوز على المنتخب الجزائري، ولكن المنتخب المغربي كيظهر كمجموعة وليس كحالات فردية. المنتخب الجزائري بمجرد خروج بنجاح 60 أو 65% حتى 70% من قوة المنتخب الجزائري ضاعت، وذلك فالفرق اللي يعتمد على لاعب واحد ما كنظنش أنه قادر على أنه يتوج باللقب. فنتمنى على أن المنتخب المغربي يظهر كمجموعة كما ظهر في المباراتين متراس، يعني كل خطوط متقاربة، حارس مستوى عالي، دفاع ما يرتكبش أخطاء كثيرة، وقادر بإخراج الكرة بشكل جيد وإعطائها لكل من جبران كرتي اللي كذلك عندهم لاعبين بإمكانهم أنهم يسجلوا في أي لحظة، ما يضيعوش الكرة من الأول. حتى أن المدخل المغربي حتى لا قدر الله وتسجل عليه هدف عنده كل الإمكانيات باش أنه يرجع في النتيجة، لأن دائما نقول على ان شخصيه المدرب تنعكس على شخصيه الفريق داخل ورقات الملعب، لذلك فان شخصيه عموته باينه بشكل واضح على المنتخب المغربي. نتمنى على ان كل الظروف تكون مهيئه لتاهل المنتخب المغربي الذي يستحق بكل صراحه، ابان عن مستوى كبير يرشحه للفوز بهذا اللقب. المباراه خروج المغرب تتكون ما فيهاش هامش الخطا، في المباريات الاخرى كان هناك هامش الخطا، فنتمنى على ان اللاعبين يكونوا مركزين تغلى 90 دقيقة، لأن الجزئيات البسيطة هي اللي كتحسم مثل هكذا مباريات. نتمنى على أن المنتخب المغربي يكون فعال في أمام المرمى، ما يضيعش كرات أمام المرمى، لأن هذه المباراة ما يكونش فيها أهداف كثيرة. نتمنى على أن الفرص تسجل، ونتمنى التوفيق للمنتخب المغربي اللي بكل صراحة يستحق أن يكون في النهائي.